السلام عليكم بلعبة جديدة شو اسمها هاي جربتها على السريع وعجبتني بتمنى لكم تستمتعوا فيها زيي تختيم وجيب لك شيء تشربه وتستمتع تنسوش اللايك والاشتراك ويلا نبلش طبعا احنا وصلنا لهاي المرحلة هاي ختمناها تقدر تقول او هيك فاحنا بدي اعيدها من اول لكن في اظن في عندي زي ما تلاحظين في 9 من 5 لا 5 من 9 فيمكن في سبب ف ليش ما نعيدها من اول يعني Alone in the darkness, a little candle burns. He looks at himself curiously. Why do I burn? Why am I different? Shit. أي لعبة كلها ألغاز يعني طبعا لازم ما نحركها أوكي هذول الشيء لازم نولعه كم على العدد طيب لازم ندور عليهم كلهم حلو ولازم إحنا نحافظ على اللهب اللي لنا ما نولع كثير ولا منموت لازم ندير بالنا نحافظ على نفسنا عبين ما نجمع كل الشمع الشموع يعني فيها في شمع مكش في طريق اوكي اوكي هذا ابسط كيف نوصل له لازم ندير بالنا يا شباب اوكي لا هذا نقدر نقفز من هنا حلو حلو نقدر ما عمرش جربت هاي المنطقة طيب هاي الثاني حلو بس كيف نوصل للسؤال كيف نوصل فوق هذا السؤال كيف نوصل فوق هاي ما انتبهتش عليها انا وانا العب بس كيف نوصل فوق انا سوي بقدر اقفز انا بس كيف نوصل فوق في طريق من هنا يعني لا الظاهر لا او من هنا يمكن لا اوه علينا كيف نوصلها يمكن على هذا اطلع صح اطلع هنا ما بقدر اتسلق عليه ما بقدر اتسلق ايش والله امره غريب اتوقع ان هاي الطريق اللي بتودي هاي بتودي هناك يمكن او لا لا هذا هذا نقدر نطلع منها صح؟ ما نقدر انا لازم نحتاج هاي عشانها يدفع بس هو اخاف في حفرة هنا مناش نخسر قرب بس شوي شوي والله عن جد باقي في منطقة اوكي معناته الطريق من هنا اوكي الطريق من الجهة الثانية معناها هاي النهاية هاي اللي هناك
كيف اطلع؟ حرام عليكم. وفي طريق من هنا، خلنا نضوي نتأكد. والله في طريق. لحظة، هاي الطريق بتودي الجهة الثانية. أتوقع في من هنا نقدر نوصل من هنا يمكن. ها حلو، وصلنا من هنا. لحظة لحظة، أو لا، ضايل الأربعة. يا ترى وين كيف انزلهم طيب؟ كيف اوصل للأربعة هذول؟ والله ما لقيت طريق. يترك من هنا يعني؟ كأنه في باب. بنحاول نرجع. بس يا بنحاول نرجع. اوه هاي ذابت. ايه اوكي، البولع بذوب. اوكي البولع بذوب. ايش لازم ندير بال ولا بموت الثاني. يا هلا ولعنا بالغلط. التحكم صعب. ما في طريق نهائيا نهائيا، ما في طريق. بقدر اولع من هون يعني؟ هين يا شباب، ما في طريق مع الاسف. انا مش عارف، انا مش عارف. اللي بيعرف اكتب لي في التعليقات. خلينا نرجع هناك ونختم المرحله هاي. والله حتى في هنا شمعه. طيب كيف نولع هذول؟ حتى هنا في شمع. الا يمكن في طريق من هنا. لا وقعت. اوكي نقصت. والله لازم افكر في النص بالضبط صح؟ اوكي. امرها غريب اللعبة صراحة. اتوقع لحظة، هذا الباب يمكن بيفتح. خلينا نشوف نتأكد. بيفتح الباب هذا؟ في طريق من هنا؟ لا. مع الأسف مع الأسف، هذول مش عارف منين، مش عارف منين جبتهم، مش عارف كيف أجيبهم. بسم الله نشوف هذول هسه. أوه لازم أنتبه فين حفر. والله كيف الجودة كله؟ انا عندي الشاشة مش منيحة، في جودتها بتخزي، فما بعرف لما اجي امنتج ما بعرف كيف راح تكون الجودة. فقولوا لي ايش رايكم في جودة اللعبة هاي.
اوكي حلو، اول وحده جاهزه. هذا شنو في حفره؟ اوكي حلو. اوه تحكمه صعب هان. لازم هيك اتحرك. بقدر امشي هيك مستقيم. حلو. ايش طال؟ اوكي في واحد قدامنا. لازم اقفز. حلو. لا 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 لا، ليش ما قفزش؟ حرام حرام والله حرام. وين انا؟ لا منين رجعني؟ لا لا يا الله المراحل. لازم ارجع كل اشي مشيته. تخيلوا شباب، هذا صارت لعبة صعب جدا يعني في بدايتها وصارت هيك. انا وقعنا هنا صح؟ اوه اوه يا مغششين. مستحيل يا اخي، تحكمها غريب. انا بقيت قريب عليها. ايش معنى؟ يا اخي طب يعني هذا الشمع بعطيش تشيك بوينت؟ انا مش فاهم. لا لحظه، كيو كيو بتنفعش سي زي. لحظه سي يا اخي، في اكثر من كبسه الواحد يتحرك فيها يمشي. انا محتار. ارجع لورا شوي. لا يا اخي، كيف 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 كيبورد معفن؟ مش كذا تحكم معفن يا اخي، حرام عليهم. يا اخي حرام عليهم والله حرام. كيف بدي الف عليها؟ مش قادر اصلا الف عليها. اللعبة مش معطيتني مجال اني اتحرك اصلا. يعني هي في اتجاه هيك، في اتجاه هيك، في اتجاه هيك، في اتجاه هيك، في اتجاه هيك. على الكيو برضو في اتجاه هيك. اي لا، زي في اتجاه هيك برضو لقدام زي الدبليو.
بس ولا واحد يبشر على ولا واحد بيضوي على ايش، ولا واحد بيمشي على اتجاه لحظه، ولا واحد بيمشي على اتجاه البرميل الثاني. ولا واحد اي شيء، هذا بعيد عن البرميل. هذا لا لا، حرام عليكم. لا لحظة، هيك لازم اجي يعني. اذا كبست على كيو بلفك. لحظة، يعني W space Q. لا على وشك، ليش هيك عاملينها؟ ليش هيك عاملينها يا اخي؟ والله صعب. هذا طبل غريبة صح؟ صندوق فاضي يعني فارغ. كنا لازم نكرب عفة البرميل كثير، بعدين نعمل هيك ونقفز كيو بسرعة. اوه زبطت الحمد لله. لا 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 لا، اوكي لحظة، احنا لازم نطلع الشمعة، لازم ننزل هاي ونطلع بسرعة مرة واحدة صح؟ أتوقع لازم نقفز مش بس هيك. يماها خوفتني، اتحرك خوفتني، فكرت وحش بزحلكش صح؟ إن شاء الله. لا لا اوكي، ايش بعد ضايل؟ لازم نتحرك على الجهة الثانية. اوكي انزل انزل. حفة بعيدة، لازم ادير بالي جدا بعيدة. اوعى تحكمها غريب، والله جدا غريب يا شباب. هذا يمكن تشيك بوين، هاي يمكن تشيك بوين ان شاء الله. اوكي وصلنا. هاي صعبة شوي. اوكي هاي صعب معاقة تحكم معاك. قربنا الموت. الحمد لله انها منها، الحمد لله. الله 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 الله، حبيبي انا يا حبيبي، عنده خشبتين شيت. اوعى يغرك جسمك. طبعا صابني فضول اشوف اذا نقدر وهل نوكع ولا لا. كيف يعني تك مباشرة؟ حلو، يعني فيش خوف انه نوكل، ده انا ماشيين مباشر وخلاص. الله امشي.
طب هاي ليش؟ اوه شيت، ايش نعمة؟ طيب احنا مش فاهم، اقفز عليها صح؟ بعد ما اقفز اوكي، اهم شنو في اناره. ها ارجع كذا كذا. حلو. طب ايش؟ اوكي، نمشي من جسر احنا. طب هذا بودي وين؟ ما بودي على المطرح. حلو، ما جمعنا كل الشمع. انا متأكد ما جمعنا كل الشمع. الشمع شمع الشمع شمع شمع اللي هو ما جمعنا. اوعى، لا ليش هيك هذا التحكم؟ ما بنقدر نزل حاجة. اوكي والله جمعنا نقول هلا والله ديم كنت ثانية. اوكي شباب، لهنا نكون انهينا المقطع. بتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو. براكم فيديو قادم من هاي تختيم هيك سريع، حبيت اغير جو القناة شوية. يعطيكم العافية والسلام. We'll be right back.